ميري غوغيكيان موجوده معنا اليوم معرض لميري غوغيكيان بجامعه الهرب سيميانس بالهاكازيون. معرض كان خلال شهر افريل بس كان معرض مميز، رح نشوف بعض اللوحات منه هلا ونشوف الالوان اللي كثير حلوه. كان برعايه مع الوزير السابق ابراهيم نجار، ويعني بالنسبه لإلك انه يكون بهالمكان ويكون تحت هالرعايه مهم، خبرينا. أكيد. هلأ أنا نقيت أول شيء هذا المعرض، هو ريتروسبكتيف لإلي 25 سنة شغل. حبيت حط مقتطفات من جميع أعمالي يعني المميزة مع أعمال جديدة. أكيد كان بيتضمن المعرض 75 لوحة، بيناتهم 25 لوحة مش للبيع، هن برايفت كولكشن، قصص قديمة حطيتها من أول لوحة عندي كانت بتستاهل أنه تتعلق على أيام مرحوم استاذ إلي كنعان، نالت اعجاب كبير لانه امبرسيونيست. وبعدين فرجيت العالم كيف انا تطورت واخذت خطي المميز، لانه صار عندي سيناتور بشغل بيعرفوني من خلال لوحاتي. هلا نقيت الهايغازيان يونيفرسيتي لانه اول شيء كان شهر نيسان كمان مهم، امبارح وقفنا على ذكرى انه استشهاد الاباده الارمنيه، وبعدين لانه البورسنتاج اللي بياخذوه هونيك بيروح مساعده لتلاميذ الجامعات، جامعه الهيغازيون، فهيك بنكون عم نساعد كمان بذات الوقت. ريتروسبكتيف ورح نشوف بعض اللوحات هلا. ريتروسبكتيف يعني بالنسبه لك كرسامه 25 سنه بهالدومين، تطورك شغله كثير مهمه ومنيح انك تحافظي عليها، وكنت قلتي لي انه في بعض اللوحات منا معروضه للبيع ولا رح تكون معروضه للبيع لانها يمكن كمان بتمثل هالخط اللي انت أخذتي. اكيد، لانه في لوحات اخذ فيها بري، مثل لوحه التساج اللي اخذ فيها بري بشير جميل، لوحه الايفازيون بلانش اخذت فيها بري بلندن، وعده لوحات. فانه هول اللوحات اللي انعرضوا مثلا ببيانالات وهيك بتركهم لإلي انه بضلهم ارشيف لاولادي بالمستقبل. عم نشوف بعض اللوحات هلا ميراي. هيدي ان فيلاج افيك مع الشجر، هون بنشوف الشجر بالنسبه لإلي بيرمزوا للانسان، وهن مثل الانسان العاشق، هون الشجر العشاق. هيدي بتوناليتي الوانها ازرق كثير رايقه، وفينا نشوف غير شيء ما بعرف اكيد. هولي من المعرض بقى، كان المعرض بيتضمن 75 لوحه مثل ما قلت لك، في ديمانسيونات مختلفه من الصغير هون صغير. سبع لوحات بنفس الموضوع؟ ايه كله ذات الموضوع تقريبا، لانه هلا الموضوع اخر واحد هو لافيل، يعني الي من 2010، من سنه 2000 بعمل لافيل، المدينه مثل ما انا بحلم فيها، مدينتي هي مدينه النور، مدينه الضوء باين من الوانها. انا كثير ملونه بارعه، بشتغل بالسكين، تخليت عن الريشه سنه 2006 وصرت بس بشتغل تكنيك بالسكين، والسكين بدك تكون كثير متمكنه من ضرباتك لانه ما فيك تعملي غلط، وبدها تكون ملونتك كثير نظيفه كمان تما يطلع الالوان مجويه، وهيدا الشيء ظاهر عندي انا ومميز بشغلي. في خطوط، ولكن خطوط قد ما تكون يعني جالسه ومحدده، انما كمان فيها كثير من التداخل، رح نحكي اكثر عن هالموضوع بس بعد هالوقفه. إذن بهاغازيان يونيفرسيتي ارت سنتر شهد بشهر نيسان معرض لميراي غوغيكيان اللي موجوده معنا اليوم. كنا عم نشوف المدينه وكيف بتشوفها ميراي والالوان يلي فعلا كثير حلوه ورائعه. ان كنت اخذتي يعني تون الازرق ولا اخذتي تون اذا فينا نقول الاحمر او تون الشمس، كمان بضل الضوء كثير مهم بالنسبه لك. بس في كثير كمان من المواضيع الثانيه اللي كانت كثير مؤثره، رح نشوف بعض اللوحات هلا ونشوف مواضيع يعني بتمرق بحياتنا وبتأثر فينا، وهيك محطات معينة وظروف معينة كمان بترسميها. هلا أنا تأثرت بحياتي بمواضيع، مثلا إذا في حدث بهزني بهز كياني أكيد بعبر عنه، وتأثرت بثلاث مواضيع إنه أكثر شيء حبيت أعبر عنه 11 أيلول، يعني هو يلي هز العالم كله، وما بفتكر حدا بحب الإرهاب، فعبرت عنه بطريقة الميكس ميديا.
انتقيت مقصوصات من الجرايد ومزجتهم مع الاويل، وهيدي بسموها ميكس ميديا بينتينجز. هيدي اللوحه انعرضت بباريس وكثير لقيت اعجاب. ميكس ميديا عملتيها جديد يعني هلا؟ لا هيدي انعملت ان 2011 وهلا عم تنعرض لاول مره بلبنان. بس يعني تكنيك مختلفه عن التكنيك اللي بتستعمليها عاده. مش بسموها ميكس ميديا يعني جرايد وبنتور. وكمان في لوحه عن قداسه البابا كمان بذات الطريقه جان بول دو. وكمان عبرت عن وقت اللي توفى الشهيد الرئيس الحريري. فهول القصص اللي مثلا شوي غير انه عن المدينه. هلا المدينه انا دائما برسمها، بس بالاول بلشت ببدايتي ارسم الباستيل، وارسم الباستيل طبشور كان صرخه بخطوط عصبيه كثير وفوسفوريه لانه كنا بالحرب. وبعدين كان الدبلوم تبعي العالم المشقق. وانا اكيد انه بما انه ترعرعت بالحرب كان من الطبيعي انه اتاثر بهالشيء، وضليتني مأثره بالمدينه لانه انا كثير بحب المدينه. وهلا انه برسم المدينه على طريقتي بعشقها، يعني في قصه حب بيني وبين المدينه. بس اكيد انه مدينتي اللي انا بحلم فيها يلي هي بدي اياها تكون خضراء وتكون بعيده عن كم البتون والناطقات السحاب، ويلي كل واحد بيحلم انه يعيش بهيك مدينه، مش مدينه بيروت مثل ما هي لانه ما بقى عم نقدر ابدا نتنفس هون. على كل حال ما بتخافي من اللون؟ ابدا. يعني ممكن بنفس اللوحة يكون في كمية هائلة من الألوان وبتضل اللوحة محافظة على يعني الرقي تبعها، ما بتصير معجقة. هو بذات اللوحة إذا بتطلعي في كتير سبتيليتي بالتوناليتي، وهذا الشيء اللي بفتكر بيميزني، وبتضل اللوحة يعني عندها الإليجانس تبعيتها ومتماسكة، لأنه أكيد هذا الشيء بيجي من الخبرة ومن الإحساس. أنا الألوان ما بخاف منها أبداً، وبحسها يعني مثل ما بحسها بعبر عنها بشاعرية كمان. وبعدين في هيك شيء مثل المنمنمات بقلب هالقد يعني التعبير صغير بقلب اللوحة، هيدا شو؟ مش بس إنه أنا بشتغل بالكتو، كمان بشتغل إنه بقلب اللوحة الزيتية بتشوفي خطوط بالقلم جرافيك، وفي كمان زخرفات بزخرف اوقات. ايه هذا الستايل تبعي يعني. هلا بالالوان في عندي المدينه الحمراء، هي مدينتي مدينه ارمينيا المجازر اللي انا دائما بعبر عنها باللون الاحمر. الوان الجرنادين والرمان. ايه هو الالوان اذا بتطلع فيها مزبوط الوان الرمان، لانه الرمان بيرمز لارمينيا. بس هون يعني في جمال مع انه الموضوع كثير. ايه هلا مش ضروري الواحد اذا كان موضوع حزين يعبره بحزن، فيك تعبريه بفرح بس توصل المساج. المساج هون شو عم نشوف؟ هيدي كريون دو كولور، بنشوف كانه شجر، هي انفوري بس بنحس اذا عم نشوفها عن بعيد كانه شال اشارب دو سوا، قد ما فيها الوان وفي ناس بالالوان والكونتراست بين الازرق والاصفر والاحمر. حلو كثير. كيف كانت اجواء المعرض؟ اجواء المعرض كانت كثير مشجعه، وكثير كان معرض ناجح، استقطب كثير جمهور كبير، وهذا الشيء فاجئني بهالايام هيدي. وكان كمان انه البيع كثير منيح. بفتكر انه اذا كان الشغل منيح ولو الاجواء شوي صعبه انه في تشجيع، ولو خجول بس بضل في تشجيع، يعني احسن ما كنا مستنظرين. دائما انت بحاجه انك ترسمي؟ انا دائما بحاجه انه ارسم. ايه لانه هيدي الثيرابي تبعيتي، يعني اذا كيف ما بحس اذا كنت مبسوطه كثير اما كثير حزينه لازم اعبر بالرسم. حلو. اهلا وسهلا فيك يا ميراي غوغيكيان ب ام تي في الايف. عم شوف بعد كمان لوحه كثير حلوه مع انها الوانها غامقه بس فيها ضوء، يعني كمان هون هيدي كمان ميكس ميديا باستيل وكولاج. هيدي عن جميزه، انه كيف الجميزه عم بتضيع معالمها التراثيه، عبرت عنها بهيدي الطريقه. معارض كثير اشتركتي فيها، جوائز كثيره اخذتيها، اكيد المعرض اللي جاي رح نكون عم نعلن عنه. شكرا لوجودك معنا. مرسي للام تي في. مشاهدينا لوقفه وبنرجع نتابع.